اليوم أنا وإخواني راح نحاول نعيش 24 ساعة على شاطئ البحر، معانا خيمة ومعانا الأشياء اللي ممكن تساعدنا على البقاء على قيد الحياة. فلوق وتحدي مرة رهيب راح تستمتعون فيه، خلونا نبدأ. مستعدون؟ مستعدون. هل راح نقدر نعيش وقت طويل على شاطئ البحر ولا لا؟ نبدأ. ان شاء الله نطول اكثر شيء. ان شاء الله، شوفوا قدامنا البحر ما لا نهايه، ولكن يا سعد اول شيء وش راح نسوي؟ اول شيء ننسحب. اول شيء نحط الخيمه اللي جايبينها. عندنا خيمه وعندنا مظله وعندنا سناره وعندنا شوي وصي كل شيء. كل شيء بتسووه. وعندنا شيء حصري. وشو بنسوي هنا؟ ايش زي الملعب، يعني نلعب لنا العب مرمى. تعال تعال، هذه اهم شيء، لانه ايش لازم نسويها قبل يجي الليل. يا مش دي صعبه اما وش ذي تحسبها اللي تنفتح كذا اما معصي. اوكي الشباب، هذه خيمتنا الجميله اللي راح تبقى معنا الين بالليل. انا اقول سعود نبي نطول، تكفى ما دام في خيمه. ان بنحاول نعيش اكبر عدد من الساعات على شاطئ البحر، ولكن هذه اهم شيء علشان تحمينا من اي شيء نجلس فيها بالليل وناكل ونشوي ونضبط الامور. والله شوفوا يا شباب رهيبه. تعال تعال باقي الاغراض، احنا جالسين هنا لين بالليل. تعال حلو. بس دقيقه يا شباب، مين يتحدى هيد بول 2؟ انا يا شباب. انا انزل لي. انزل. تعال يا عبد الله تعال. بتحدى انا وعبد الله هيد بول 2، واللي يفوز او يخسر له عقاب. يلا. طبعا في فعاليه مره رهيبه على لعبه هيد بول 2، واللي يفوز فيها راح يحصل على ايفون 13 برو، والجائزه هذه موجوده لمده اسبوعين. الفعاليه الاولى راح تبدا السبت هذا، والفعاليه الثانيه يوم الجمعه الجاي. عشان تشارك في هذه المسابقه والفعاليه لازم تلعب كثير عشان تجمع نقاط اكثر، وفي قائمه ترتيب اللي دائم في الصداره راح يكون هو الفائز. والحلو يا شباب انك اذا انت جديد في اللعبه بتلعب مع ناس جدد، واذا انت قديم راح تلعب مع ناس قدامى، يعني اللي بيحملون اللعبه الحين ترى بتلعب مع ناس في نفس مستواك، يعني في فرصه انك تفوز. اما الان وقت التحدي بين انا وعبد الله، نشوف مين الفايز. يلا نبدا. اوكي راح نلعب انا وعبد الله، والخسران يا ويلي من العقاب. الفوز عندي يا شباب، الفوز عندي. لا بلا 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 بدا الجيم. بسم الله تصدق على طول الهدف. تعال تعال انا اوريك. روح جول ثاني. لا 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 ما تجي ما تجي. جول جول ارضي ارضي. بحط طاقه الحين عندي. واحد واحد واحد. اوكي تعادل. طاقه لا لا قنبله قنبله. اوكي يا شباب النتيجة 8-7 لي، وباقي 10 ثواني. اوكي لا 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 بنت الوقت. لا لا انت 9-7 لي. 9-7 لي. الله 5 ثواني. لا ما تقدر ما تقدر، ضيع وقت ضيع وقت ضيع وقت. لا 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 وانت لا لا. فاز عليه. الان وقت العقاب يا حبيبي. اما الان مع العقاب، عبد الله خسر يتحمل العقاب. عليك عادي، ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك. شوف برده. الفايز بهيد بول 2 سعود فقط. تحدي ثاني تك ما في. يلا طيب يا شباب، طبعا رابط تحميل لعبه هيد بول 2 تحت في صندوق الوصف، اضغط الرابط وتحملون اللعبه. واللي حاب يضيفنا هذا اسمي في اللعبه، وهذا اسمي يا شباب. حياكم. اما الان نكمل فلوس. زي ما تشوفون يا شباب هذه خيمتنا الجميله جاهزه والاغراض جوا. يا سلام. وين تبي ذي؟ اوه طالع حركات. والله جايبين سعود مظله. سعود هذه ريفيه. اوكي ان مسوينها في المزرعه. استغفر الله. وش رايك نحطها شيء مستوي؟ لا نبي قريب قريب. اوكي اوكي جيب الكرسي. هذه جماعه كرسي ترى. سعود يا اخي ما يصلح. بحر ولابسين كذا يا اخي، نبي نبدل. يلا بدلوا. حق السباحه ها؟ ايه ادخل في الخيمه وبدل. اوكي شوفوا اول واحد. اول واحد اول واحد اول واحد ثاني ثاني واحد. يلا ها شوف. اوه على الشاطئ. ايش رايك بالجلسه ذي؟ والله مطولين هنا يا شباب. تدري ايش جايبين بعد؟ فرشه هنا. يعني مطولين يعني ها؟ وش هو؟ انا ناس. انا ناس؟ ايه يلا يلا لا اطلع اطلع خلاص البس البس. يلا يلا سكر سكر الخيمه. يلا شوفوا يا شباب جبنا هذا عشان الشمس. يا سلام. طارت. سويت. تعال 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 ركبها تعال. والله والله ترى هو والله هو. لا 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 وخر وخر شوي. سعود خله على جنب كذا ها بعد زياده. ايوه عشان شوف الظلال. شوف الظلال هناك غلط يا سعود. الله الله بس نسحب نسحب الفرشه. اسحب الفرشه شوي. خير انت تعال. والله هذا بيخرب علينا بيخرب علينا اليوم حقنا. صح احنا نسيت جالسين يوم كامل هنا. طيب يا شباب عندنا فاكهه وامور زينه. يلا يا سعود حط في السحور. حط يا شباب في سعود جايب لك كرز. لا والله والله جايب لك كرز ترى فيها ايس كريم. اوه
سعود ما نبي نستسلم خلاص. ليه؟ 24 ساعة بعد. شوفوا إذا غربت الشمس مرة بنسوي العشاء شوي سمك. السلام السلام. كيف ما تبي بكيفك؟ أنا مالي مو مغزول. مغزول والله. أوكي شباب هذه خوخة يقولون ممتازة. هذه هذه يا شباب شوف ما شاء الله. إيه 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 إيه. سعود سعود وش تجوها فراولة؟ لا وش قلت هذا المسكين؟ وش هذا؟ مالي؟ شو هيجري؟ عندي؟ شو اللي ما عندي؟ امسك لا أنا أبي هذه أنا ما خلاص أنا اللي يجيك في الرحلة بدر. امسك والله أنا اللي يجيك في الرحلة بدر. اغسل اغسل خلاص اغسل هذه أنا وياك فيها. لا أبي ذي أنا. زلق زلق يلا صدق أبي ياخذ ذي. شباب هل يا تورة؟ نجلس كم ساعة؟ يوم يومين؟ ما أدري. برد برد برد. لا لا مبرد انا. طيب خذ خذ كرز نغسل. يلا عطني عطني. ايش تاكلها؟ ايه الشيخ ليش تاكلها؟ ليش؟ اطرد اطرد اطرد. اغسل ذي اغسل ذي. عارف شيء؟ هذه هذه. لا مويه يلا. هذه هذه. ملان. انت بتجلس 24 ساعة مع ذا؟ والله بنطرد شكلها. شوف سعود ملان. احسن. ليش تاكلها؟ اجلس اجلس يا بدر. سروالي طويل. سؤال برمودا ذا يا شباب شباب هلا ها شو الخطة؟ في فعاليات عندك شيء؟ عندي فعاليات. اسمع نبغى نسوي ملعب كورة ونلعب كورة. يلا هنا هنا يلا سعود سرعة قبل الغروب. يلا يلا تعال تعال نسوي المرة. بس باقي لي اخر خوخة ولا شيء. ترى بلشنا ترى خلصنا يا شباب. حرام شف وش رجليك قم بس قم نلعب كورة شوي قبل الغروب. يلا يلا اوكي شباب بنسوي الملعب بانفسنا كالعادة. امسك شوي. والله ملعب ريفي بحري. يلا يا سعود. لا بس لا عشان تنزل ها سعود كالعادة اخبطه اخبطه. شباب كيف؟ والله سعود والله مرمى يا شيخ. ايش رايك حق شواطي هذا؟ ركب شو اسمه العارضة. انت بينت فلت. اوه العارضة. امسك امسك زين. والله رهيب. ما يحتاج ريفي. اوكي شباب دقيت. الله 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 معي الله 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 معي الله حروم الله عبد الله 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 مع الأجواء الجميلة الحين لنا تقريبا ساعة ونص ساعتين لعبنا كورة وكلنا فواكه. الله وقت السباحة. بعد الكورة سباحة يا أبوي. يلا يلا قدامي قدامي ادخل. يلا روح روح هو خونت. ليه؟ بارد شوي. يلا روح 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 روح. شوف الأجواء شوف الأجواء الجميلة مع الغروب. أيوة يا سلام يهو حبس ركلة. مع السلامة. أنت مركز ترى ساعد هنا هنا حصة بعدين خلاص. اي بس فيه حصة كبير. لا روح روح روح. يا سلام يا حصة. تعال يلا بجيكم بجيكم روحوا. مرحبا بك. اهلا يا سعود. بالبحر 24 ساعة ويوم كامل. نطفش يا سعود. ها؟ الحين ما نطفش. اي ما نطفش. باص يعني ضيق كذا الحين. اي يا سلام. وين يا سعد وين رايح؟ وين رايح؟ خش خش. ها جاي جاي. في موج في موج يا شباب. تعال 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 تعال. خلاص خلاص والله والله باردة والله مويه. باردة باردة شباب مكاننا بعيد هناك ترى. تعال اقرب سعد لا تبعد لا تبعد اقرب. ابدا حركة. والله يا شباب اجواء جميلة. وش التحدي؟ ارمى قرش نجيبه. ما معي قرش. فين قرش في البحر؟ اللي يطلع حصات اول يفوز. والله ما في اللي يطلع حصات اول يفوز. والله حصات اول مين؟ مين؟
يلا 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 روح. لقيت لقيت وش مالح المويه؟ مالحة هاي ايوه مخبيها اول حصات يا الحركات دي مخبيها بالضحكة استاذ تقولها تغرق بس صباح الخير استاذ في درجات يلا شباب رجعنا ها؟ اسمك قول يلا شباب رجعنا رجعنا قبل ما تغيب الشمس ها؟ وش تبي حصات تترعب وانا صغيرة بيشارك شباب وين تروح سعود؟ الصيد بتصيد؟ انا جايبين سمك بنشوي لكن ممكن اصيد زياده وممكن لا بنشوف والله حلوه يا سعود حسيتك بابي سمكه ابشر ابشر مشروبات يلا عبده ايش تبي؟ عندي كاميرا ثانيه ولا تعال معي ماني بجاي يلا تعال تعال معي يلا يلا جاي اصبر خلينا نشوف ذا الفله يلا يا شباب يلا يا عبد الله طبعا يا شباب اخواني في الشاطئ هناك انا قلت بجلس نص ساعه بحاول اصيد مع الغروب يا سعود اي فرصه هذه يا رب نصيد لو سمكه كبيره يلا يلا يا سعود تكفى دعواتك ها سم بالله ورب بسم الله السلام اوكي يا شباب مع غروب الشمس لازم نضبط العشاء حقنا لان مطولين هنا بيجي في الليل وما عاد نشوف فقلنا ايش نسوي السمك كل واحد سمكه حلو يا واحد سمكنا حلو يلا ما تكفيني سمكه مشكلتي شوف هذه سمكتنا الجميله كل واحد عنده سمكه زي هذه العشاء الوحيد كبيره كبيره يا شباب حلو يلا تبل يا دحوم افتح هذه حلو يا دحوم شباب شوفوا جلستنا نفس ما هي ايوه عليها كلها يا سلام على دحوم بس 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 وقف اوف اوف شغل ريفي من جوا من جوا حط حط شب 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 شوفوا يا شباب جلستنا هذه شو اسمه الخيمه والمظله جيك سمكه من يد سعود سمك يحب قلبك شوفوا يا حبيبي اوكي تبي الطريقه شفت شلون؟ وش صار على شو اسمه نارنا وش صار؟ ما عليك لا ممتاز ممتاز ما عليك طبعا في ناس جو جنبنا وكذا الظاهر بيشاركون معنا في التحدي ها؟ الجو عشان اذا احتاجنا شيء ولا شيء نكلمهم ترى عادي والله اجل كذا بنطول يا سعود ما عندك مشكله لا حبيبي القانون ما تساعد ما في مساعده ما في جلس طيب يا شباب زي ما تشوفون تبلنا السمك يا عبد الله طبعا حطينا يا شباب ليمون جوا حطينا هنا حشينا السمك ليمون اربع سمكات بس سعود ما حسيت يعني بالوقت اي أيوة والله راح والله صراحه مستمتعين الشمس غربت والله الى الان ها كيف ضونا سعد ارفع من شبها انا اسمع اسمع يا سعود صراحه لا لا يستاهل 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 سعد يستاهل وانا منقهر بعد شوي بنحط الاكل السمك حقنا الشوي حبه قلبك خلاص الشمس غربت وبدوا الناس يجون شوي كذا استمتعوا اسمع معنا اللمبه ندخل جوا اي احلى شيء عندنا النومه طبعا بنزعجك والله يذرنا من الحين ترى ما فيني النوم هذا ينوم برا طيب يا شباب لحظه الحسم انه جاهز يلا الله يا سلام صوت لا لا هذه سمك شوفوا شباب اربع سمكات اسمعوا بعد شوي بندخل الخيمه حقتنا ها حلو لان تشوف ما عاد فيه شوفوا يا شباب الجو رهيب بنخلي هذا ايش اسمه ينشوي يعني نتعشى ثم نتعشى ثم نخش ننام او نجلس جوا حلو نشرب مشروب شيء شيل شيل الاضاءه شوي خلاص وقف شوي يو. يلا يلا يا شباب يلا يا سعود السمك جاهز اربع صحون اربع صحون يلا بسم الله يلا يا شباب يلا يا سعود السمك جاهز روح تاخذ واحده يلا شوفوا يا شباب طبقي جاهز سعود ناشف شوي ها ما عليك شيل السمكه كل واحد ياخذ سمكه يلا ها اوه ناشف اوه سعد سعد شيلها زين شيلها زين ما عليه ما عليه بشيلها ابتعد انتبهت اوه حاره عصرة ليمون يا شباب سعود يا مجنون يا سعود حط ليمون جواه والله لذيذ ها ها جب والله جيب صحني جيب صحني الرس جيب صحني روح روح كل هذا يا اسطورة كيف؟ والله من بنايم انا طبعا انا يسموني الشيف السمك هذا شلوي ولا بالاحلام شباب شوفوا الليمون جوا طاح شوفوا لذيذة شباب شوف القطعة هذه يا اسمى جنون يا سعاد خلاص ما حد يطبخ الا سوء طبعا نمبر 1 شباب طبعا جا الليل وبنتعشى وبنجلس بالخيمة ها وش رايك؟ بالعافية بالعافية يا شباب عافية يا حبيبي انت العافية مبسوط بالسمكة سعود مو طبيعي ذا انا بسهر شباب طعم شيء مجنون سعود كريزي
شباب الأجواء مع صوت شاطئ البحر. شباب شوفوا خيمتنا والإضاءة، والله إضاءة فلة. إيش طلعت عود شوكة. شوفوا يا شباب شوفوا الأجواء. شوف شوف كيف شوف شوف يا ساتر يا ساتر. واو شباب الحياة الريفية والمغامرات جميلة. أنصحكم سعود، هذه من أفضل 24 ساعة اللي جلسناها في الشاطئ. السلسلة هذه حلوة نحبها لأن فيها تجارب وفائدة واعتماد على النفس. بس صراحة تقريبا كم مرة سوينا؟ 4 مرات. هذه أفضل وحدة، هذه أفضل طبخة فيها صراحة. ايه. وأفضل وحدة والله شباب. استمتعنا شباب. شوفوا شوفوا سعود حاطها زي القطوة نعمل هنا هذا الحالة. يو أول مرة أشوفه من يوم توم وجيري صح؟ إيه لا. شباب بعد العشاء شوفوا هذه خيمتنا طلعنا. شوفوا بروم يا حد يبغى مشروب؟ سعود عطنا وش سعود نبي بالله مشروب بعد العشاء ثم نخش الخيمة. سلام شوف بارود. يو أمسك خذ هذا المشروبات. سلام يا سلام حقي. مشروبات يحبها قلبك يا شباب على المنظر ذا والجلسة ذي. سعود امسك امسك عطها سيلفي. سيلفي امسك اصبر. كذا. والله هلا شباب. والله يا سعود ما زلنا متمسكين بالتحدي. احلى شيء المشروب بعد العشاء ثم نخش جوا. ها فكه فكه لي ما فكيته. فكه فكه لي خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف. لا تصرف ما في اسمه. هي خرب طاولتنا. خربتها. فكه فكه نشوف فكه خلنا نشوف. انا عارفه. يلا ايوه. والله قدر والله سعود لازم شو اسمه بعد المشروب نخش نشوف يصلح للنوم ولا لا. والله يا شباب الى الان التجربه رهيبه صراحه. صراحه صراحه كنا قلنا الصراحه. لا طق لا طق الصراحه في النوم جاك النوم. رحنا من هنا سعود بس خيمتنا مع بره كذا. ايه بس والله صراحه مع الاضاءه حلوه صراحه مت عليه لان في فعاليات خصوصا فيه. نم هناك نم هناك يا اخي هناك في ايش في بحر وسوينا ملعب. أيوة. خاصه ان العشاء ما بعد جاء. لا يا حبيبي تعشينا. هذا مو بنقنق قبل شيء. لا عاش ولا بتصيد ما عرفت اصيد. تعرف اذا سبحت وذا ولعبت خلاص. اي والله ثم لحظه ثم اذا لعبنا كوره الحين جميل. وري وسع الظلام. وري الظلام شوفوا يا شباب الظلام. ظلام دامس يا شباب. وسعود فالحين نستسلم. والله بتطفش تنوم يسعود هنا يومنا غفو يعني سدحة. شوفوا يا شباب ترى والله معليش تواهدنا. وش هي وش وين نام اي منشين انت الرجل بتكون كذا انا معالك اقرب سعود. رجلي ترى يمكن توصل الشاطئ هناك. مشكلتك طلع رجلك وطلع نفسك سعود مو قلت لك خليه برا. وترى هي فيها رمل يعني لا تشغلنا يا عبد الله برجولك. ايش ذي؟ هذه عنكبوت. سمك عنكبوت رمل ذا تعرف اللي اصبعه يجي كذا هذا اللي يجيك بثر اللي اصبعه. شباب شو اسمه وجب الاستسلام. والله وجب من شفنا هذه وجب الاستسلام. وجب الاستسلام ترى اليسار يقول هذا بدا وخرجوا لك وخير. يلا والله انتم قلتوا لي طيب يا شباب بس قالوا لي دقيقه انتهت. لا عشان ما يفصلون اخواني يجب ان ننهي هنا. اي والله صراحه صراحه بس تجربه لن تتكرر. ليه؟ لان صراحه من حلاوتها ما تتكرر. فإلى هنا يا شباب لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة. إن شاء الله استمتعتوا بهذا الفلوق. خلاص بنضف العفش الحين وبنروح للبيت. أوف والله عفشه كثير. إي والله كثير والله كثير. أوه مع السلامة حبايبي.